السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزل. اليوم الحصة تاعنا كذلك نعود ونتكلم على أوكجدا الذي من المدرب ميت وين يهاجم مبابي ونيمار وأشرف حكيمي بعد تصرفه الغير اللائق تجاه حارس ميت الجزائري أوكجدا، اسكندر أوكجدا الذي كان في قمة الغضب تاعو. شاهدنا كيفاش هذا مبابي كيفاش الناس سلكوا عليه، وذاك أشرف الحكيمي هو وذاك نيمار يدخلوا في روحهم. ما دخلش روحك تاع، شا دخلك تاع أشرف حكيمي؟ شا دخلك نتا ماركيت؟ هو ما شا جاي عندك، راه جاي عند لي عايل لهما، ما راه جاي عندك تربحوا في العيب باطل. وانتقد شاهدنا وين انتقاد فيدريك مدرب فريق ميت مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كليني مشي الى انه بحاجه الى تصرف بشكل افضل، اذ كان يريد ان يكون محبوب. يعني وين تشوف على بالك معظم نقولوا باللي صايك، انا واحد انا كجزائري هذا ما صايك، هذا اللعاب هذا نعرفه باللي طائش، لعاب طائش، لعاب غير متحكم في، ما عندهمش افكار. يعني ما عند شو كاين اللعاب الوحيد في انجليز، لازم تدوا العبره، لعاب واحد في انجليز وهو رياض محرز. كل الجماهير تسبق رياض محرز، ما كاش واحد يعاير رياض محرز، كل الجماهير تبغي رياض محرز لانه يعني يمد المتعه في الم في الم في, الم في 90 دقيقه. لادفيرسير يستمتع معاه، خاطش على لي زوروبيا هذوك يدخلوا يبغوا يشوفوا المتعه تاع كورتي، يناصر النادي تاعو بصح يبغي يشوف المتعه. كاين اللي يدخل يناصر النادي تاعو بصح كي يسمع باللي محرز راه جاي ولا كريستيانو راه جاي ولا، يدخل باش يشوف قدامه اللعاب. على تيب هذوك اللي عند التريبيل اللي عند ستاد ما يشوف الجوار معاه، يشوف لونترينر قدامه واش تا يهدر وهذوك، لا لا هاك تا مخلصين، هاك تا مخلصين دراهم باش يشوف قدامه غوارديولا، قدامه غوارديولا ولا يشوف محرز قدامه، هاك تا مخلصين هذوك ولا تاك مهبول ولا مالك؟ كي راك تشوف غادي وين غادي عيف روحو هذا بابي هذا. وزيد باريس سان جيرمان ما عندهاش مناصرين في فرنسا كومبلي، عندها يعشقوا فيها في باري برك، في باري يعرفوها برك يعشقوا في هذا مكان. وباريس سان جيرمان وين تبدات 70 وقيلة ولا 73 ولا 75، باريس سان جيرمان وين تبدات؟ عندها تاريخ؟ ما عندهاش تاريخ. تاج هذيك الكلب تاع الاخر راهي فورني عليهم دراهم وصايك، تاع التاريخ اللي عندهم ماشي تاريخ باريس سان جيرمان. هضر لي سانتيتي، هضر لي ليون، هضر لي مارسي، هضر لي موناكو، بوردو، هادو تاريخ، هادو فرق عريقه، هادو فرق عريقه، فرق كبيره. هادي مارسي تيب فرنسا كامله تيبورتيها، يبغوها مارسي يبغوها. كاين فرق عريقة، تقاليد، دراهم برك. لعبوا اللعبة تاع مارسي قدامنا يجي خليفي، كان تضرب على الطيحة باش ما تطيحش، كان تضرب على الطيحة تلعب على المانتيا باش ما تطيحش. قدامنا يجي خليفي، ساركوزي الكلب هو اللي جابه حطه بماك، يعني كومشي خليفي باريس سان جيرمان كان تضرب على الطيحة، كان تخلص باريس سان جيرمان. وين تاع باريس سان جيرمان مي جا عامه الاول دور، ومن بعد جا بيكام، ومن بعد ولا يجي في النجوم ولا يدور ولا يدور ولا يدور، هذا مكان تبقى مخلوق باري ولا لا باري، شكون باري؟ اللعابه برك والدراهم الفاليزه، هذا مكان باري، هذا بابي، هذا عرفت شو كيفاش فات طائش هو ذاك نيمار. اي ولاد القح، اي ولاد مكاش كاع واحد صحيح، راك تشوف مكاش كاع واحد صحيح فيه.
هذا 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 باب هذا بابي لمني شبه زيد في 98 زيد 99 لمني شبه يشبه الديدي هذاك الغارديا تاع داندي هذاك الغارديا تاع 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 البريزي اللي كان يلعب في ميلو مشي يشبه له مشي تقول ولده وهذاك لعب 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 في لعب في فرنسا كوب دي موند مشي يشبه له واي يشبه له ها روحوا شوفوا الغارديا اللي يلعب كان يلعب مع 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 ميلو هذاك الطوالي هذاك تاع تاع باريس سان جيرمان تاع تاع البرازيل هاي يشبه له همشي انا باغي نهضروا هضره واحده اخرى كاع هماك وانتقد فيدريك المدرب فريق ميت وين المهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مشي الى انه بحاجه الى تصرف بشكل افضل اذ كان يريد ان يكون محبوب من الجماهير الكره القدم العالميه ويعد كيليان مبابي ابن 22 سنه واحد من اهم نجوم كره القدم في الوقت الحالي بتسجيله حتى الان 136 هدف خلال 178 لقاء شارك فيها مع باريس سان جيرمان مع فرنسا في فرنسا بطولة فرنسية احنا مي ولاد الجزائر يلعبوا في ماكر انا سيبورتي انا وا تقول لي التكوين يعني المدارس الفرنسية هي البرومي في الموند راني معك بس على البطولة ولكن تعرض كليني انتقادات عديدة بسبب تصرفه الغير المبرر خلال لقاء باريس سان جيرمان وميت الذي اقيم مساء يوم الاربعاء وانتهى بفوز باريس سان جيرمان بطريقة دراميكية بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء المدرب ميت ينتقد كيليان مبابي وبعد تسجيل المغربي أشرف حكيمي الهدف الفوز قام مبابي باستفزاز الحارس المرمى ميت ليقوم الأخير بالذهاب إلى مبابي للتسجل معه وتحدث المدرب حسب موقع جول بنسخته العالمية قائلا يجب أن يتصرف بشكل أفضل إذ كان يريد أن يكون محبوب أضاف أنا أحب كيليان إنه قوي جدا لكنه سيستفيد أكثر إذ كان أكثر تواضع شو كيفاش مدرب يدي عليك قالك أنا قالك هذا اللعاب نبغيه بصح شتي لا ماشي بهذه الطريقة يعني طريقة اللي ما تشرفوش كلعاب كبير ما تشرفهاش كلعاب كبير هذه اللي نشوفها وين كوستا وين تعرض لاعتداء يعني وإن عرفت مواجهة باريس سان جيرمان ومضيفه ميت أمس الأربعاء حادثة تسبب بها مهاجم نادي باريس سان جيرمان في الجولة السابعة من الدور الفرنسي التي انتهت بفوز صعب لباريس سان جيرمان وتعمد مبابي استفزاز الحارس المرمى ميت بعد هدف الثاني ما أثر غضب أوكيزدا الذي نهض محاول اعتداء على مبابي وسط احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بالهدف المسجل في الدقيقة 95 احنا دروك تشوف هذا باش ناضلو كيما تاع عائله توصلوا للعائله تاعها خاطر بالك يماركي لك بونتي يقصر معاك يقول لك كلام تاع كيقصر معاك بصح باش ناضب وصلات كيما هكا راه عايل له الوالده تاعو عايل له العائله تاعه بين عايل له العائله تاعه ولا قال له كلمه طايحه كاع ما كاش كاع منها هذه قال له كلمه طايحه على باش ناض بيض ضربه ماشي خاطش عليه هو عليه هذيك ردة الفعل تاع نيمار وتاع مبابي تجاه وكذا هو اللي حبسهم هو اللي داهم 95 دقيقة باش مركاو له لو كان عنده دفاع يعني دفاع في القمة مدافعين في القمة أشرف حكيمي والله ما يمركي الدوزيام بيت هذاك خاطش خلاوه بينيترا تريب ما تريب لا مش نقولوا احنا مراوغة عالمية ولا تريب هرب عليهم وزاد بينيترا دخلوا تيرا يعني خلاولو لي كيروان خلاولو كيروان باش يتيري قاعدو يتفرجو فيه ديفونسيرات فكرتهم انا كيما تاع قاطر تاوعنا لي يضربها كيما يضربها تدخل كيما يضربها يتريبلي ويتيري ويروح يماركي تحسب بلي هذاك غالي الطز يلعب في المحور وتحدث يوم الخميس وتحدثت يوم الخميس وسائل إعلام في فرنسا عما حدث خلال
وين إذ إلى أن نيمار تدخل للدفاع عن زميله ودفع الحارس الخضر ليحصل مهاجم برازيلي على بطاقة صفراء. وتحدثت يوم الخميس وسائل الإعلام في فرنسا عما حدث خلال مباراة، كما أكدت أن بابي قام بتوجيه عبارات غير لائقة للحارس مثل ما أظهرتها عدسة الكاميرا، ما دفعه للقيام بردة فعل تجاه بابي. للتذكير فإن اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان كان هو الآخر قد تدخل في مشادات مع الدولي الجزائري ديلور عندما كان يلعب بألوان قميص نادي مونبيلي. يعني هذو مفرخ، هذو تعذروا، هذو لي باطار، هذو ما شغال يدير لهم هذا.